قل من رب السماوات والأرض قل من رب السماوات والأرض قل الله يا سلام قل أفتخرتم من دونه أولئك لهم
وذريات
والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبروا فنعم عقب الدار والذين ينقضون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم لا هقعد فيها الله يشفي مصطفى عشان كله فاني متضايق الكلام انت بتقول ده بتاع ربنا عليك تجلي تمام الله 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 ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله بغنى منهم أنا بذكر الله تطمئن القلوب Oh.
اللي بيعملوه في براح لله واحنا بتوع الله. الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم وإليه متاب. عليه توكلت وإليه متاب. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو بل لله الأمر جميعا. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. بل لله الأمر جميعا. أفلم
الله يشهد الله يرفع عليك. الله يرفع ايمانك يا شمس طبعا سيبك الحدايه. ولا يزال الذين كفروا